هذا جليبيب عبد قصير أسود أفطس دميم قبيح رس الثياب يشرب بكفيه من المياه الجارية يأكل كثرات خبز إن وجد ينام وفراشه الأرض ولحافه السماء وليس له من مخدة إلا نعليه في فناء مسجد النبي فيمر يوما على النبي وهو جالس بين أصحابه فيقول النبي أتعرفون من هذا؟ فإذا بأغلب الصحابة لا يعرفونه فقال النبي هذا حبيبي جليبيب يا جليبيب ألا تتزوج؟ فقال يا رسول الله ومن يزوج جليبيب ولا جاه ولا مال ولا سلطان وهكذا في اليوم الثاني والثالث فقال له النبي يا جليبيب اذهب إلى بيت فلان من الأنصار وقل لهم إني رسول الله ولقد بعثني رسول الله ويقول لكم زوجون ابنتكم فذهب جليبيب إلى هذا الرجل وطرق الباب فخرج إليه الأب فقال له جليبيب لقد بعثني رسول الله وإني رسول الله ويقول لكم زوجون ابنتكم فإذا بالأب يقول أيزوج جليبيب ولا جاه ولا مال ولا سلطان وإذا بالأم تقول أيزوج جليبيب ولا جاه ولا مال ولا سلطان فإذا بالفتاة المؤمنة تسمع أبويها فتخرج مسرعة وتقول أتردان أمرا أراده رسول الله والله ما أرد أمرا أراده رسول الله وإني أجزت زواجي منه وقبلت به زوجا وعندما يبدأ الزفاف إذا بمنادي الله ينادي يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد فإذا بجليبيب يترك الزفاف ويذهب ويقف في أول صفوف المؤمنين ويحارب مع النبي وعندما تنتهي الغزوة يقول النبي هل تفتقدون من أحد؟ فقالوا يا رسول الله كل من فقدناه وجدناه فقال النبي ولكني أفقد حبيبي جليبيب فيبحث عنه النبي فيجده شهيدا وقد قتل 7 من المشركين ثم قتل فيقول له النبي يا جليبيب قتلت 7 من المشركين ثم قتلت أنت مني وأنا منك أنت مني وأنا منك أنت مني وأنا منك ثم أشاح النبي بوجهه قال أتدرون لما أشحت بوجهي فقالوا لماذا يا رسول الله
فقال النبي: والله إني أرى أزواجه من الحور العين يتسابقن إليه، وأعرفه رجلا غيورا، فأشحت بوجهه. هذا جليبيب، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على خير خلقك وإمام أنبيائك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.